الموجودة في السمنة الموضعية هي دهون عنيدة جدا، ادي رقم واحد. يبقى انا علشان اجاوب على السؤال ده هاخده بشكل علمي شوية مفصل. السمنة الموضعية دي عبارة عن حاجتين، دهون وعضلات. الدهون دي دخلت العضلة دي وسكنت فيها. طب ليه دخلت؟ اشمعنى العضلة دي بالذات؟ العضلة دي هي عضلة ضعيفة. الاكتين والميوسين فايبر اللي جواه اللي هو مكونات العضلة دولت كميتهم قليلة، فالدهون وجدت ملاذ آمن ليها جوه العضلة، فعشان أطلعها بعكس الآية. يبقى خلي العضلة دي في الأول عضلة قوية، رقم واحد. طب رقم اتنين، الدهون اللي موجودة أنت عنيدة، طب أنا هكسرك، أنتوا مجتمعين مع بعضكم في كتلة، أنا هكسر الكتلة دي، ومش بس هكسرها، أنا هسيحها أو هدوبها أو أجمدها، كل ده وارد. يبقى رقم واحد أقوي العضلة يا جماعة الأول. طب لو قويت العضلة وفيها الدهون دي مصيبة، يعني الناس اللي هي بتروح الجيم عشان تلعب تمرينات بطن عشان عندها بطن هنزيد اكتر. ليه؟ لان انت حضرتك ما كسرتيش الدهون. يبقى انا بعمل عمليه مزدوجه ات ذا سيم تايم، لازم الاول اكسر الدهون وفي نفس وقت الجلسه اقوي العضله علشان العضله تقدر تطرد الدهون اللي موجوده. طب لو عملت كل حاجه لوحدها هتخسري كتير جدا، انك بعد ما تسيب التكنيك اللي حضرتك شغاله بيه العضله دي هتكبر اكتر وتربي دهون اكتر، او بمعنى اصح هتفترس الشكل الجمالي بتاع حضرتك. علشان كده لازم الاثنين يتموا مع بعض، اكسر دهون او ادوبها او اجمدها، ودي اجهزه كتيره موجوده، في نفس الوقت ما اسيبش العضله كما هي واهنه وضعيفه ومفترسه من الدهون، بل بالعكس اقويها في نفس ذات الوقت. عشان كده الجلسه لازم تحتوي على عمليات كتيره من التقويه بالاضافه الى اذابه الدهون. طبعا انا حتى لا اطيل عليكم، في طبعا فيديوهات احنا هننزلها الفتره اللي جايه، الفيديوهات دي فيه ايه الحديث اللي ممكن نكسر بيه الدهون او ندوبه. وعلى فكره في دلوقتي المجال المغناطيسي اللي هو يعتبر طفره كبيره جدا في تكسير الدهون واذابتها وخلخله الدهون من العضله وتقويه العضله ات ذا سيم تايم في نفس الوقت.